أم عباس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أنا قبل سنة أو سنتين هيك كنت دارين كان بياتنا. بلي. وحطيتهن سلك وكتلتهن. وأنا ما قتلتني، يعني مو سنتين إحنا تأذينا، ما أبي أظل صار عندي شك وخاف، يعني هن يصورن فيا ويعني هيك شنو حكمت يعني عليه؟ يعني صار عندك مشاكل؟ مشاكل عموما ماديه جبرت. واضح، حياك الله يا ام عباس، ان شاء الله اجاوب على سؤالكم. ام عباس تقول قبل سنه كان عندنا قطط وانا وضعت لهن السم وقتلته تلك القطط. لما قتلتهن علي حصل عندي مشاكل، فهذه هل من تلك القطط او لا؟ اختي الكريمه، القضايا يعني قد تكون لها أسباب أخرى، أما مجرد قتل القطط كذا، هل فيها شؤم أو فيها كذا، على أي حال ما كان صحيح قتلهن، ولكن ليس السبب اللي على أي حال السبب اللي أنتوا بل المشاكل اللي تعيشوها أن سببها قتل هذه القطط، لا، قد تكون أسباب أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنكم البلاء بدفع الصدقة والدعاء.